يوم جاء ذاك اليوم يا رجال وانا اقوم الساعة 9 يوم جمعة، يوم جمعة. يوم قمت اطلع من السلامة لو والله ان عندي يا طويل العمر عزبة، ولو والله ان جينا مطر، تخيل من زود المطر قد في الشتاء العام الاول اللي راح شتاء العام، وانا اقوم ولو والله يا طويل السلامة ان العزبة كل شم فيها، وانا اقوم يا طويل السلامة واغسل وتسبح وتطيب ويا سلام خلاص قد كل شيء معي، اخذ ثوبي وغترتي وعقالي في المعلاق والبس القميص الكات ايه، وانا يا طويل السلامة اتله واروح يا طويل العمر السلامة في راس طعش، واصلح يا طويل العمر السلامة اخذ اغراض من البقالة ما بين كيري وما بين جبن وما بين يا طويل السلامة مربى ملحقات ملحقات وما ملحقات وخبز، وانا اتله حليب ومن ذا الكلام، وانا اطلع من السلامة الف على ذا الطيش طال عمرك، عندي حطب في الموتر وانا اشب الضوء، وانا اطلع من السلامة اصلح دلتي يا سلا، اصلح لي شاهي والحليب معلب ذا، من دون ذكر اسماء من دون ذكر اسماء ايه علبه قصدي انا ما ذكرت اسمه علبه، اقوم بالعمر السلامة اتهول الفطور اسمي بالله يا سلام، تاهو فطور على 10 كذا 10:30 يا سلام، يعني فطور قد هو حول الغداء، وانا اقوم بالعمر السلامة وافطر وعي من الله خير، وصلح ذاك القهوه وصلح ذاك الشاي واقند راسي طلع من السلامة مع تمر وامور مكمله، ما كلمت حد يجيك او شيء بيجيك العلم، اصلا الناس الحين الله لا يبلانا العالم يا ولد، يا الله يا الله انا لفظت انها تنام وتطلع هي وتمشي الحاله، عرفت؟ لان انا اغلب خوياي متزوجي، عرفت؟ تك عليك تك عليك رجال ما فاضي لك تك عليك سبحان الله، تك عليه في الويكند يعني وفي الليل ما في مشكله، في ناس ترى ما يصحون في النهار الوكاد، وانا عيل من الله خير وانا اللي والله ما بحد صوت ما في صوت يا ولد، المكان اللي انت فيه وش هو؟ المكان اللي فيه يا طويل العمر ما قال لها خراره، هذه طال عمرك نزلت الجديه صوب المزاحميه، المكان اللي قريب من الرياض ما هو بعيد، وانا يا طويل العمر السلامه اركب عزبتي قد افطرت وقد خلصت وروقت وصورت لي سناب، ما خذيت لك غطة نوم شوي؟ لا توني قايم، أنا راقد من الليل وتوني قايم، ويا طويل السلامة تتفاول المسجد، لا والله ذاك اتصال دررم 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 دررم، أرحب أرحب سلام عليك أبو شعشك طيب الله يعافيك والعلوم والأخبار، يا ولد يا ولد حنا يا طويل العمر السلامة في روضة التنات، عرفتها؟ أها روضة التنات هذه روتن معروفة عرفت هنا عندنا في المملكة، خضار وعشب وحياة، لا والله نحن في جو نجي، وينك وينك يا ذيبان احنا نشوفك تصور ولا ندري وين انت، والله انا في المزاحمية قال لي بك تجينا الغداء، وين غداكم؟ قال والله في التنات، قلت يا ولد ما يمدني عليكم انا صادق، اذا هو في ذاك الوقت توني طالع من المسجد رجال عليك كم بين خرارة هو التنات؟ يمكن يا طويل العمر السلامة تاخذ ساعة ساعة يعني، وانت ماشي لا قدام ولا ورا، ها؟ ساعة لا قدام ولا ورا، ساعة قدام لين توصل، اقول لا قدام ولا ورا زيادة ولا نقص يعني؟ زيادة يعني ساعة واحدة، انا اقول ساعة يعني لا زيادة له ولا نقص، يا الله الشاهد الكلام طويل العمر السلامة، وانا قلت يا ولد ما يمديني انا ترى وجه يعطيك العلم البين احسن مما يلحق الكلام، قلت انا في ذاك المحل يبغى لي ساعه، كانكم والله غداكم ريض جيتكم، والمقصد والله شوفتكم ولا والله توني مفطر، لكن ان كان انكم طويل العمر السلامة عجلان فتغدى وبجيكم، قال لا والله احنا نرقبك، يا سلام لين جاتك يا مهنا على ما تمنى، يا سلام ليك مصلي وقارن سورة الكهف ومفطر وشارح يا طويل العمر السلامة،
راضي ربي عليك ولا زكي على الله احد. وانا تلها يا طويل العمر السلامة، انا عندي طيبة في الموتر عشان لقيت الريق اللي هو قد اللي هو فايح انه الطيب عرفت. وانا اوصلهم يا طويل العمر السلامة باقي يكمل الساعة خمس دقائق واكمل ساعة، يعني ناقص الساعة خمس دقائق. هب الله ذاك اليوم الخط ما هو ذاك الزحمة. وانا يا طويل العمر السلامة جريجي سلم الله كيف الحال العلم طيبين ولا لا والله يا طويل العمر السلامة ان لا انها معلقين يا طويل العمر السلامة الذبيحة في جنب الطلحة ولهم يا طويل العمر السلامة قد خذوا المقلقل قد افطروا تفطر اللي انا افطرته هناك هم قد افطروا مقلقل خذوا شوي من الضلوع شوي من الكبد شوي من المقلقل بسيط. لا والله يا طويل العمر السلامة ان القدر ما وقف ما وقف والله ما ودي انكم معي يشهد الله على غير ذيك الايام انا ببعدني ماني بعرفكم يعني كل طيب ودك انا معه في الموقف الطيب. وانا اقوم يطلع من سلامه يا العلوم والقصائد ويطلع من سلامه. اول ما جينا تكلمنا في يوم الجمعه ويوم خلصنا يطلع من سلامه ايش الواحد يسوي في يوم الجمعه من الكلام القصيد يطلع من سلامه وانا يزين المشي حق بن جدران يزين المشي في الروض الخضر الله شعشع المخضار يزين الديره اللي من حقوق الوسم ممطوره متى عيني تشوف اللي على قلبي ربي عدار وشاهد السعادة في حياة المجتمع صورة على وجه الصحيح ولا على وجه الصحيح أخبار حقيقة اجتمع عنها اللي بيبه بكامل شعور يطلع من السلامة للقدر اضرب 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 في الصحن احتراف شباب عرفت المقطع ذاك اللي يسوون بكذا شوية من السلامة للضلع هناك في الخضار ذاك اللي هناك يضل أوجيك الله يجرعين في الخضار للضلع هناك يطلع من السلامة يطلبكم من البيحة ترى حقنا الباقي طول عمر السلامه والله ودنا انه ما جاء شيء لكن ما عاد يمدي الحين طب شلون تخلي للكائنات الحيه ايش الكائنات الحيه خلينا رزق من الله حق الكائنات لا حق ونعطي الكائنات الحيه طول عمر السلامه وانت غدا ما عندكم البساس هذا عندنا زريقان بدل البساس زريقان مضبضب على ضباط والشطه واحد من الجماعه ما ياكل لازم زبادي قول بقول بكذا عشان ما ياكله هو يفك على طول لا لازم يخضه هاي ترى انها بعضهم يعطل يفك كذا لا وننصح ننصح حتى ننصح المشاهدين ايوه والناس اللي بيوصلهم مثل الرساله هذه ان الزبادي لا لازم ينخض ترج الزبادي لانك اذا ما رجيته ترى فيه مواد حافظه لازم ترجع عشان يكون يعني لازم ترجنا الله يجزاك خير بيضي ترجنا الشاهد الكلام مالك والطويل احنا طول عمر السلام تنوقع في ذيك العيشة لين قرطب عن 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 لين قرطب اخر سن هنا الله شفت اخر سن اذا قرطب اي عاد انت اللي لقيت الصحن اوه نعمة ان الله يديمه اللهم لك الحمد نعمة ايش عاد تسوي؟ النعمة لقيتها قدامك ثنتين لا تستحي فيها كيف الطريقة؟ كيف الطريقة؟ ثنتين لا تستحي فيها لانك لا استحيت فيها نشبت الزاد تقوم منها وانت جويع والنوم لقيتك بترقد وتواصل مستحي من الناس أكيد إنك بترقد في موقف ما في أحد صح ولا لا؟ لازم تأمن نفسك صح ولا لا؟ إذا ما أمنت نفسك وش يصير؟ يا عزتير أنت اللي تنشب وحنا يا طويل العمر يا خلاص أنا عندي طريقتي في الشاهد ما أقول لك إني أمدح نفسي لكن عندي طريقتي زينة وأنا أقول يا طويل العمر سلامة والله أنا عندي شاهد كويتي الشاهد ذاك الكويتي ثقيل يزبط وش ناقصه؟ لأن مصلح أهلهم بثلاث طرق. مسوي اللي ثلاث ثلاث نكات. اللي بيشرب الشاهي واحد. لكن النكات اللي أنا حاطها ثلاث نكات. والشي مرامية والزاب نعناع. وش الزاب وش المرامية؟ المرامية نبتة ذي عشبة. تسمى المرامية. أها. الوزاب زي النعناع ورقته زي شفت اوراق النعناع ما تجيك تفكها خضر هذا الوزاب نفسه الله منها مربعات لكن ايش ذاك حامضه ولا لا حالي وانت الصادق شفت ليش اذا حطيته ما يحتاج تحط سكر حالي ان شاء الله لا جيتنا وهذاك الثالث ان شاء الله لا جيتنا واللي اول واحد اسمه لا جيتنا ان شاء الله ضبطك واول واحد ويش قول ان شاء الله تجينا ان شاء الله ان شاء الله لكن اول واحد وش اول واحد؟ وزاب مراميه مراميه حامض ولا حالي؟ لا لا
معتدل لازم نضيف سكر على اكله. اها بس هذاك لازم نضيف حاجه بسيطه على الوزاب. الشاهد الكلام مالك والطويله للريقل طال عمرك متغدين والروض الخضر والضباب والبراد يا ولد. حياه حياه. الساعه كم يا رجال؟ احنا في عصيرين فايت خلاص قد بعد الضباب ما شاء الله. يا ولد جو الرياض في الشتاء يا ولد ما مثل احنا. ذاك اليوم كنا ممطورين اليوم الاول. اليوم الاول ممطورين. انت عرفت شو يعني ممطورين؟ عمم جاي مطر. ايه ممطورين اليوم الاول واليوم الثاني خلاص قد المطر قد نازل وخلاص بدك تطلع. هو بالمطر الثقيل اللي ما يمديك تجلس تكشت فيه ذا في محل عن محل تفرق اكيد. الشاهد الكلام يطلع من السلامة. الجو باقي فيه سحاب حتى في الاخبار يقولوا هذا اسبوع ممطر. اسبوع ممطر ممطر كامل سحاب سحاب عندنا النشرة الجوية سحاب سحاب. الحين شو ها حي الجو غيم شفت سبحان الله. الله يجيب المطر. الله يجيب المطر. الشاهد الكلام يطلع من السلامة. الجو الجو جو شرواك الشام عليك كرم طليق اللي شرواك شرواك الطيب جان الجو يزين الجو يجي حتى لو انه شمس 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 نص السماء لقينا رجال اللي شرواك ما حد. كم تبعد هذه منطقة الطعوس عن الرياض يعني عن مدينة عن مركز مركز الرياض؟ المنطقة الأساسية للطعوس عن مركز الرياض. مركز الرياض أه. الثمامة هاي الثمامة بعدين الخرارة اها بس ليش يشوف الثمامة كأنها طعوس صناعية كلها؟ كيف صناعية؟ هاي لهذه الدراجات. لا انت ما انت ما دخلت هذه الدراجات اللي هني هذه مضبطينها هم مضبطينها طعوس صناعيه يعني كي احسه بس رمل و لا هي في رمال عند الصحراء كبيره بس اقصد اللي طرف هذه لا اللي قريب من المدن قصده اللي مرتبه اللي مرتبه في الدخول اللي هناك اللي يعني احسه كانها مرتبه كامل يردمونها يجبطونها اني اعلم اجلس تشوف الهواي الجزاله عندك